بخبرية على الماشي لليوم خلينا نشوف. رحمة رياض بتستقبل مولودتها الأولى، فرحتنا الأولى عالية. استقبلت الفنانة العراقية رحمة رياض وزوجها الفنان ألكسندر علوم مولودتهم الأولى اللي سموها عالية، ونشرت رياض عبر حسابها الرسمي على انستغرام صورة إلها وهي بتمسك بإيد رضيعتها وأرفقتها بتعليق الحمد لله اللي وهبنا بفضله فرحتنا الأولى عالية، وأضافت وقالت اللهم أنبتها نباتا حسنا واجعلها قرة عين لنا. وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المنشور، أتمنى لرحمة رياض ومولدتها الصحة والسلامة، كما تقدم العديد من النجوم بالمباركة لرحمة رياض أبرزهم سيرين عبد النور، لوجين عمران، سينتيا صموئيل، دانيلا رحمة، بلقيس فتحي، نيكولا جبران، فرح الهادي وغيرهم الكتير الكتير. من موقع شارع الفن، ألف مبروك رحمة رياض. خلص خلصت الخبرية.